وطبيعه لعبه وامكانياته بتاعت ستوبر ولا شيء غير الستوبر. باك يمين في الازمات تياجو يا تياجو لعيب 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 لعيب. البرازيلي قادم من الخلف، من تخطى ال 430 مش مباراه خلال مشواره، صاحب ال 32 سنه يتقدم باول اهداف اللقاء، وعلم فلسطين الى جانب علم الريان في سماء استاد الغرافه ملعب ثاني بن قاسم. نعم يتقدم فريق نادي الريان انطلاقه واختراقه ثم تصويبه، تصويبه خدها بشكل جميل، عملت له حلوه قوي 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 قوي، لمسه الثانيه الثالثه حطها كانه بيحط ضربه جزاء، ثقته في امكانياته وقدراته، العضله الضمه بتاعته ممتازه عشان تعملها ببطن رجلك بالقوه مع الدقه دي، يعني العضله الضمه تمام. وعلم فريق نادي الريان مع علم ومصلال ب 10 لاعبين هيعاني الفتره الجايه. بسام في ناحيه اليمين، العرضيه من بسام، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، بالشرقي بالشرقي وبالغربي وبالشمالي وبالجنوبي، بالشرق البوصله بالكامل 360 درجه، النجم المغربي يتالق ويبدع ويسجل ثاني اهدافه. برافو بسام الراوي وبرافو اشرف بالشرقي النجم المغربي الكبير، يسجل الهدف الثاني، هدف كثير من الامان والاطمئنان ما بين الخطوط. توت توت توت، جمهور الريان مبسوط. نعم 2-0 2-0، في فرق انك تبدا من العمق وفي فرق انك تكون لعيب على الخط.